اول مباراه بعد 4 سنوات عجاف الحمد لله. المباراه صحيح بدون جمهور مش مشكله، ان شاء الله المباراه الديربي في النص الثاني بين الاهلي والزمالك هيكون بجمهور باذن الله تعالى، وفي بدايه النص الثاني هيكون في جمهور ان شاء الله. يا رب يا رب، انا بامل كده. الان الاوان، العام ده عام رياضي مثمر، حققنا فيه حاجات كتير جدا، استعدادات زي اي مباراه، ولكن عشان هي الديربي وعشان هي مباراه القمه بين فريقين الكبار في مصر بين الاهلي والزمالك، يعني زي ما انت شايف كده بنحاول نعملها في صوره كرنفال، يعني النجيله بتتغطى بموكيت زي ما شفنا في الاهلي واتلتيكو مدريد مثلا. كل الامور اللي هي التامينيه اللي خاصه بالفيفا زائد مطالب النيابه العامه بعد الاحداث اللي ربنا ما يعودهاش، يعني كلها محققه في هذا. ده بالعكس، ده اول استاد يحقق فيه مطالب النيابه العامه، سواء كاميرات، سواء فواصل بين المدرجات، سواء الفاصل ما بين الملعب وبين المدرجات، كل ده موجود، ناقصه بس هو الجمهور يجي ويملى المدرجات ويمتعنا.